السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الكيكة نقلتها من واحد القناة ديال الشيف أمهري، بكيكة ببيضة واحدة. المقادير اقتصادية بزاف، وبالتفاح كندير التفاح من الفوق. متبعوا معايا المقادير، تبعوا معايا الطريقه وانتم غتشوفوا. عندي بيضه واحده 60 غرام ديال قبصه الملحه، 60 الفاني 7 غرام، 60 غرام ديال السكر، 60 غرام ديال الزيت، بيضه واحده، قبصه ملح، 7 غرام ديال الفاني، 60 غرام ديال السكر، 60 غرام ديال الزيت، ياغورت بالنكهه اللي كتفضلوا، غادي نطرب هاد الياغورت مع هاد المكونات. صافي، دابا بقى لي الدقيق. عندي 100 غرام ديال الطحين، صاشية ونص ديال الخميرة. غنبقى ندير الطحين شوية بشوية الدقيق. وغنبقى ندير بهاد الفوي هذا بشوية. هاد الكيكه كتجي معلكه وكيعطي فيها المذاق ديال التفاح، كيعطي فيها زوين. عافاك، نبقى نزيد الطحين كما قلت لكم شويه بشويه. صافي، بعد ما خلط الكيكه ديالي مزيان غندوز دابا نديرها في المول. ها هو المول، درت غير هذا المول صغير حيت الكيكه اصلا قليله. كتجي زوين هاد الكيكه اللي كيبغي الكيكات المعلكين ومذاق ديال التفاح، يعني كتجي معلكه بحال لافازكه، هاكا كتجي مدايره ثقيله في سميتو ديالها، القوام ديالها كيجي ثقيل بحال هكا.
ولكن ملي كتطيب وكتقطعيها باش تاكليها كتجي زوينة. صافي دابا غندوز نقشر التفاحة. نحط عليها من الفوق. سبحان الله المذاق ديال التفاح كاع نزل، الكيكه جا زوين بزاف. اقتصاد هي هاد الكيكه صراحه، كدير في اخر لحظه غير كتوجد، وبحالها كانت قليله يعني دغيا غادي تقادها ما تبقاش. غطيتها كلها بتفاح. كتسخني الفران على درجة 180، وملي كتبغي تحطيها كتنقصي ليه، إلا كان سواء إلا كان ديال الضو كتنقصي الدرجات، إلا كان ديال بوطا غاز راه كتنقصي من البوطا. أنا سخنت الفران على 180، ملي حطيتها نقصت. بعد ما طابت الكيكه ديالي ها هي كتجي معلكه، حيدتها من المول وقسمتها هكا على أربعة. انا نقسم لكم واحد، كتجي رطبه رطبه فتيه بزاف ما راكم كتشوفوها. هانتوما كتجي زوينة. أنا نحيد حد فتيه، ما قدرت كاع نهزها في الشكل دايره، جات زوينة بزاف صح. الله إلا صايبت الحاجة دي مثلا نبغي نزرب ندوق. سهله هاد الكيكه، اقتصاديه بزاف وسهله وبنينه. ها هي الكيكه ديالي محمره مزيان، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ها هي، وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير على المشاركة والمشاهدة.